طلاب عين اليوم إن شاء الله محاضرتنا هي الكحول. طبعا قبل لا أبدي أعطيكم نبذة مختصرة عن يعني الكحول، كلمة الكحول منين جاية. طبعا هي كلمة الكحول أصلها عربية، جاية من كلمة الغول. الغول معناه هو ما يذهب يعني العقل، يغل العقل ويذهبه، فمن هنا جاية تسمية الكحول، فأخذوها الإنجليز وحوروها إلى الكحول لأنهم ما عندهم حرف الغين. فكحول معناته غول، يذهب العقل ويغله. طبعا نعرف إنه إحنا الكحولات هي بعضها تكون بيفرج، يعني تنشرب، يعني هذا يؤثر على وعي الشخص، و يعني يكون unconscious، غير واعي لتصرفاته، خاصة من يكون درنكر، more drunker. راح نجي ناخذ هاي المركبات، تفاصيلها، أشكالها، تسميتها وإلى آخره من يعني التفاصيل. راح ندرس بهذا الفصل structure and synthesis of alcohol، تركيبها وشون طريقة تحضيرها، البيولوجيكال اكتيفيتي مالتها، قلنا انه شنو تأثيرها البيولوجي على الجسم، ونومينيكالتشر تسميتها، preparation and reactions. هاي التفاصيل ان شاء الله راح تكون ناخذها بهذا الفصل. طبعا بالمناسبة أنا نسيت أدز لكم الرابط، فإن شاء الله يعني بلكة اليوم أو باتشر أدز لكم إعلان حتى تدزولي الهوم وورك. أوكي، والهوم وورك يعني أحدد لكم وقت وأقف له بعد ما أستلم وراه، لأن أنا أعطيتكم المجال من أول محاضرة أخذتكم بيها، فالمفروض أنتم هسه مكمليه. نيجي ناخذ structure of water and methanol. طبعا أصغر مركب كحولي هو الميثانول، عبارة عن CH3OH. إحنا منين نعرف المركب كحول؟ من الفانكشنال جروب مالته اللي هي هيدروكسيل. يعني كل مركب بمجموعة هيدروكسيل هو عبارة عن كحول اللي هي OH. من هذه المجموعة أشخص أنه هذا مركب كحول. فراح أسوي مقارنة ما بين الووتر ستراكشر وما بين الميثانول اللي هو أصغر مركب سلسلة الكحولات. هنشوف الووتر هو عبارة عن HOH، لكن الكحول هو ROH. يعني أنا استبدلت وحدة من الH بشنو؟ مجموعة R. ROH كحول، HOH هو ووتر. نيجي نشوف الأنجل، يعني الزاوية between H وال H. طبعا احنا قلنا ما اعرف اذا ماخذين انه شكل جزيئة الووتر هو تكون بشكل حرف V مقلوب، يعني ما تكون لينير، ما تكون عدلة، وانما شكل حرف V مقلوب. الانجل مالتها الزاوية هي 104.5 degree، يعني هاي الدرجة مالتها. لكن بالنسبة للكحولات 108.9 degree. فراح نشوف انه اكو يعني شو نسميها احنا بالماث بالرياضيات، انه زاوية نسموها منفرجة، يعني اكثر انفتاح، اكبر من زاوية الووتر. هذا الشيء ينطيها ان تكون هي يعني طاقتها تكون اقل، الانرجي مالتها. فهذا بالنسبة لل comparison between water and alcohol. اوكي، طبعا قلنا اصغر مركب كحولي بسلسلة الكحولات هي ميثانول، اللي هي تبدي من يعني عبارة عن ميثان، وان استبدلت وحدة من ال H، مثل شلون الووتر استبدلت وحدة من ال H ب OH، فصار عندي ميثانول. وبنصعد ايثانول، بروبانول، هبتانول، هكسانول، وهكذا. Oxygen is sp3 sp3 hybridized and tetrahedral.
يعني راح يكون التهجين بيها هو نوعه اس بي 3 بالنسبه للاكسجين، لان على اعتبار انه الاكسجين هو راح يكون السنترال اتوم، و الشكل مالتها يكون تتراهيدرال. شنو معناه تتراهيدرال؟ يعني رباعي السطوح شكلها، قلنا لا نينير ولا اوكتاهيدرال ولا سكوير بلانر، لا وانما تتراهيدرال اللي هي رباعي السطوح. هاي بالنسبة لمواصفات جزيئة الميثانول. قلنا the HOH angle in water is 104.5 degree. The COH angle in methyl alcohol is 108.9 degree. طبعا التسميات بالنسبة للكحولات هي عديدة، أما يسموها ميثايل الكحول أو ميثانول فهي التسمية نفسها. Example of classification. هسه نجي إلى تصنيف الكحولات، هذا مهم. كم صنف عندي؟ طبعا إذا باو على الستركتشر نشوف إذا كانت مجموعة الهيدروكسيل على متصلة بذرة كربون، وهاي ذرة الكربون متصلة فقط بكربون وبها اثنين هيدروجين، هذا من يا نوع نسميه primary الكحول. أوكي أعيد، انه من خلال تشخيصنا لمجموعة الهيدروكسيل انه ترتبط بكربون، هاي الكربون مرتبطة بجهة واحدة كربون، لاحظوا هاي الكربون مرتبطة بجهة واحدة كربون وبيها اثنين هيدروجين، هذا برايمري الكحول. كحول while أولي. نعم كحول اولي، لكن اذا كانت هاي الهيدروكسيل مرتبطة بكربون بيها مرتبطة بطرفين كربون وبيها اتش وحدة، هذا من يا نوع؟ سيكندري. كحول ثانوي. عفية، سكندري أو كحول ثانوي الكحول. زين نجي إلى التيرشري الكحول اللي هي ما بيها اتش ومتصلة بثلاث جهات كربون، هذا هو التيرشري الكحول. بالإضافة إلى عندنا derivatives of الكحول اللي هي فينول، أيضا صفاتها وخواصها تفاعلاتها تكون قريبة من الكحولات. ليش قريبة من الكحولات؟ أولا الكيميكال ستراكشر مالتها إنه تحتوي على هيدروكسيل، وأيضا بيها مواصفات ويعني صفات تكون قريبة للكحولات، لذلك اعتبرناها هي derivatives of الكحول فندرسها من ضمن فصل الكحولات الفينولات. الفينول هو عبارة عن أروماتيك رينج ومتصل بمجموعة هيدروكسيل. إذا كأنما إحنا إذا نصنف الكحولات، أما أليفاتيك أند أروماتيك، أليفاتيك هي كحولات عادية مثل هذه أليفاتيك، هذه أليفاتيك، وأيضا هذا المركب أليفاتيك، لكن الأروماتيك هو إنه يتصل بأروماتيك رينج مثل بنزين رينج وبمجموعة هيدروكسيل، فهذا هو الفينول. أوكي إذا هسه لازم نفرق ما بين الفينول اللي هو أروماتيك الكحول وما بين أليفاتك الكحول. هاي بالنسبة للتصنيف. نجي هسه ناخذ أمثلة عليها، قلنا مثلا البرايمري الكحول اللي هو هذا الكيميكال فورمولا مالته ستراكشر، عندي مثل الإيثانول مثلا 2 ميثايل 1 بروبانول، يعني دائما أنا حتى لو عندي سبستيوشن لكن أركز على منو؟ على ذرة الكربون اللي هي متصلة بشكل مباشر بالكحول، بالعفو الهيدروكسيل. إذا أشوفها برايمري يعني برايمري الكحول، إذا أشوفها سكندري كربون يعني سكندري الكحول، وإذا تيرشري تيرشري الكحول. إذا هذا كلها هي عبارة عن برايمري الكحول. أيضا هذا بنزايل الكحول، إنه مش ما يكون أني ستراكشر مالته معقد، لكن قلنا نركز فقط على ذرة الكربون اللي هي متصلة بالهيدروكسيل. سكندري الكحول اللي هو هذا كيميكال ستراكشر إليه، وهاي الأمثلة عليه مثلا 2 بيوتانول، دائما انه موقع الهيدروكسيل يكون على موقع ذرة كربون 2، هنا دائما النمبر 1، لكن بالسكندري يكون على موقع رقم 2، مثلا 2 بيوتانول لاحظ هذا سكندري. سايكلوهكسانول بالنسبة الكحول الحلقي ايضا هذا راح يكون الاو اتش هو سكندري، ليش؟ لأنه هاي الكربون لاحظوا البوينتر، هاي الكربون بتصله بوحدة H واثنين كربون، هاي وحدة وهاي وحدة، فهذا يعتبره سكندري. تمام. أيضا بالنسبة للناتشرال برودكت اللي مثال عليها الكورتيسول،
اللي هو يعني مشتق او يعني قريب الستركتشر مالته من الكورتيزون او الكوليسترول، فهذه كلها ناتشرال برودكت. ايضا هنا الاو اتش هي سكندري، ليش؟ لانه قلنا متصله بكربون، هاي الكربون بها وحده اتش وبها طرفين كربون ثاني، هذا ايضا سكندري. تمام، اذا هسه بغض النظر اذا اجيب لكم اي مركب لازم تميزوه. بالنسبه للتيرشري الكحول عندي ما عندي اتش، هاي الميزه المهمه بيه انه ما متصله الكربون بها اتش، لان ما عندها مجال بعد الاتش، لانه شنو متصله بثلاث مجاميع ار، فمثلا اثنين ميثايل اثنين بروبانول او تترافينايل ميثانول، تترافينايل يعني ثلاث مجاميع فينايل اللي هي اروماتيك رينج، اور 1 ميثايل سايكلوبنتانول، هذا ايضا هذا تيرشري. ليش تيرشري؟ لاحظوا الفرق ما بين هذا المركب وما بين سايكلوهكسانول، انه سايكلوهكسانول الاو اتش متصله دايركت بالكربون، لكن هنا شنو بها سبستيوشن بدل الاتش عندي سي اتش 3 فصار تيرشري. تمام، هذا لازم نفرق بيناتهم. نيجي الى الفينولز، عندي مثلا مركب الفينول اعتيادي or substituted phenol for example 3 methyl phenol or hydroquinone. hydroquinone هو عبارة عن aromatic ring بس بيها شنو مجموعتين OH. إذا تذكرون أني بمحاضرة الألكين قلنا عندنا ثلاث أنواع من المركبات بها OH، عندي كحول إذا بي OH وحدة، وإذا بي OHات اثنين سمينا منو يذكر؟ جلايكول دكتورة عافية، جلايكول. منو أنت؟ شو اسمك؟ أحمد لطيف دكتورة. أحمد لطيف. أحمد لطيف هم ذكرني باسمك قبل لا أنزل الساعي، أعطيك بونص. ماشي بقية دكتور. الطلاب، بقية الطلاب أنا ما أريدكم قاعدين خطار، لو أصلا ما قاعدين نايمين، أريدكم تشاركون، اللي يشارك أنطيه درجة زين، فقعدوا أصحوا من النوم. فزين المركب اللي بيه ثلاثة هيدروكسيل شو سميته؟ من يتذكر غير أحمد لطيف؟ دكتور تشري يا تيرشري، تيرشري بيه ثلاثة او لا اتش، فرق لا ما بين الكحول التيرشري كحول يعني بي وحدة او اتش، لكن انا عندي مركب بي ثلاثة مجموعة هيدروكسيل سميته من يذكر؟ هسه جوجلو، هسه انتو يمكم نت، افتح اجوجل. ما حد يعرف؟ كلكم ناقص درجة ما عدا أحمد. دكتورة جاوب جاوب عيني أحمد. دكتورة، مو الجليسرين، جليسيرول هو جليسرول أحمد، قريب جليسرول للجليسرين، جليسيرول عافية عليك، نعم دكتور، إنه كحول جليسرول و جلايكول، وعندي جليسيرول. جليسيرول هو إنه ثلاثة مجموعات او اتش اللي قلنا هاي ان شاء الله تاخذوها بالثالث بالبايوكيمستري، بس اذا تبقون هالشكل ترى ما حد بيكم يوصل ثالث، شوية شدوا نفسكم، السنة خلصت يعني، هاي معناتها انتم مقارين، وبعد كل كم يوم عن امتحانات الميد. على كل اللي يشارك هو الربحان، واللي ما يشارك والله نقصه. زين نجي الى الكحول are found in many natural products. هاي الكحولات المركبات هي مو يعني انه اني فقط احضرها، وانما وجدوا انه اكو بعض الناتشرال برودكت اللي هي اكستراكت فروم بلانت، اغلبها يعني سووا لها اكستراكشن استخلاص من النباتات، وجدوا بيها انه هاي المركبات بيها كحولات. شلون؟ انه مثلا هذا المركب اللي هو شو اسمه مورفين، واكيد انتم سامعين بالمورفين، مورفين شنو؟ مخدرات ومسكن دكتورة. مخدرات، وايضا يستخدم هو، ليش يستخدم كمسكن؟ لانه هو يعني يشتغل مثل يثبط المخدر الجهاز نعم. زين،
فإذا هو يعني هو يعني صح انه مخدر، لكن يستخدموه از دراجز كدواء في علاج بعض الامراض. الكيميكال ستراكشر مالته هو هذا الشكل. اذا لاحظ من الكيميكال ستراكشر حنشوف انه شنو عندي، مجموعتين او اتش. اذا هذا derivatives of alcohol most abundant of opiums alkaloids، يعني هي موجود ب opiums alkaloids اللي هي مركبات قلنا natural product تستخلص من النبات. هذا هو المورفين. نجي إلى الفيزيكال بروبرتيز للكحولات اللي هي البويلنج بوينت اوف الكحول. هاي مهمة. احنا درسنا سوينا مقارنة قلنا ما بين الكحولات وما بين الووتر. هنا انا راح اسوي مقارنة بين الكحول بين الايثر وبين البروبان. لاحظوا اني من اقارن لازم اخذ يعني على الاقل مركب قريب لهذا المركب اللي دا اقارن به. يعني اضرب لكم مثال، مثلا اني دا اقارن بعلمية طالب صف اول كلية صيدلة، لازم اجيب مثلا طالب صف اول كلية صيدلة مستنصرية، طالب صف اول كلية صيدلة اهلية، طالب صف اول كلية صيدلة بغداد وامتحنهم. يصير اني اجيب طالب صف اول كلية صيدلة واجيب طالب صف اول ابتدائي وامتحنهم سوا؟ يصير؟ يصير يا نايمين اقعدوا لا ما يصير جاوبوني. اي اريد اسمع صوت، اريد اسمع صوت، قعدوا ترى اسوي لكم كويز هسه. زين ما يصير. اذا انا شو اجيب؟ اجيب مركب يكون قريب للمركب الثاني، قريب للمركب الثالث. اذا تلاحظ المولكيولر ويت مالته هنا 46، هنا ايضا داي ميثايل ايثر 46 مولكيولر ويت الوزن الجزيئي، والبروبان قريب عليهم اللي هو المولكيولر ويت مالته 44. هنا تصير المقارنه عادله. حتى شو اشوف؟ نشوف البوينت مالتها، نغلي كل واحد واحد ونشوف. من اجي اغلي الكحول البويلنج بوينت مالته هو طبعا بالنسبه للبروبانول، العفو الايثانول، هذا مركب الايثانول حشوفه انه يوصل الى 78 سلسيوس، تمام. لكن بالنسبه للايثر داي ميثايل ايثر اللي هو طبعا صيغته ار او ار، هنا داي ميثايل يعني عندي مجموعتين مثل، ان شاء الله ناخذها بالايثرات، انه عندي سي اتش 3 او سي اتش 3. شافوا انه البويلنج بوينت مالته هو ماينس 25 سلسيوس، يعني كلش قليله اثارات انه تجمد. اوكي، وعندي البروبان هو ايضا ماينس 42. اذا منو اعلاهم؟ الكحول. الكحول. هسه اريد اسال سؤال والذكي يجاوب، ليش الكحولات عليه؟ دكتورة الكتلة المالية عواصر هيدروجينية يصعب كسرها. عافية عليك، منو انت؟ عبد الواحد علي. عبد الواحد، هم ذكرني باسمك عبد الواحد. إذا عبد الواحد صار وأحمد، أحمد لطيف لو أحمد عبد اللطيف. أحمد لطيف دكتورة. أحمد لطيف، ذكروني بأسماءكم، أنا سجلتها، تمام؟ ذكروني إنه قبل ما أنزل السعي أعطيكم درجة. تستاهلون. أحمد لطيف، والثاني شو اسمك اللي جاوبتني هسه؟ عبد الواحد علي. عبد الواحد علي، تمام. زين، إذا أنا ايش عندي هنا؟ أنا عندي هيدروجين بوندينج. ليش هيدروجين بوندينج؟ نشوف إنه هاني هنا أنا بما إنه عندي ذرة أكسجين وهاي الأكسجين بها هيدروجين، هذا إلى القابلية إنه يكون هيدروجين بوندينج، لكن هنا الأكسجين مقيد فصعب يكون هيدروجين بوندينج، وهنا ما عندي اصلا اكسجين فما يسوي هيدروجين بوندينج. ولذلك انه اغلبيه وانتم درستوا الالكان طبتكم اياها دكتوره هبه قلت لكم انه مركبات الالكان هي انسوليبل ان ووتر. ليش؟ ليش انسوليبل ان ووتر؟ لان ما بيسوي هيدروجين بوندينج. نعم دكتور، هي تعتبر هيدروفوبيك كومباوند، ما تسوي هيدروجين بوندينج. فاذا هذا هو السبب.
طبعا نجي هنا نشوف انه الكحول have higher boiling point هذا السبب than ether and alkan because alcohol can form hydrogen bonds. The stronger interaction between alcohol molecules will require more energy to break. طبعا هنا ال interaction between alcohol molecules يعني جزيئة كحول وجزيئة كحول ثانية انه ال interaction تداخل مالتها هو كلش عالي، طاقته عالية، تحتاج طاقة، لذلك تحتاج طاقة عالية للكسر، فهذا مما يجعل انه يعني كسر الأواصر اللي between this molecules بالنسبة للكحول هي كلش صعبة، فتحتاج طاقة عالية للكسر، لذلك تكون ال boiling point مالتها عالية. يعني هذا two reason، سببين رئيسية، hydrogen bond وأنه strong interaction between alcohol molecules. فإذا هذه هي ال physical properties، أنه قلنا بالنسبة للبروبان والدايميثايل ايثر والايثانول ال boiling point مالتها انه اعلاهم الكحول، وعندي طاقة ال طبعا يعني الكسر انه هذه تكون كلش يعني قليلة لان ما عندها interaction، هذه ازيد منها بشوية وهذه اعلى لانه عندها interaction. soluble in water، هاي insoluble in water، هذا معناته ال I insoluble لانه يعني definitely مذوب، اذا اجيب هسه بروبان واخليه بالووتر حشوفه يطوف، ينفصل تو لاير فما يذوب. فهذا انه السبب انه قلنا ما يكون هيدروجين بوندينج، وعنده يعني هو اصلا مركب هيدروفوبيك كومباوند. الايثر طبعا يعني سلايتلي سوليوبل لكن يعني جدا قليل، فهذا هو معناه slightly soluble جدا قليل. هنا very soluble الكحولات رأسا تذوب عندي، والدليل انه احنا المعقمات هسه اللي نستخدمها هسه بزمن كورونا انه اللي يكون هو عبارة عن كحول مخفف الى 70% water، فهو عبارة عن ايثانول مخففيه الى 70%، يعني ياخذون 70% ايثانول ويخفف الباقي بالووتر، فيصير 70% حتى يكون معقم ويقتل البكتيريا، لا يكون تركيزه عالي 100% ما يقتل، ولا يكون تركيزه اقل، يعني وجدوا انه من خلال التجارب انه 70% بيرسنت هو يكون هو القاتل او يشتغل ك يعني معقم. ف نشوف انه مجرد ما يعني اخففه بالووتر يتخفف عندي بكل سهوله ويكون مسبل، يكون كلير، ما نشوف انه تو لاير تنفصل. تو لاير يعني اقصد مثلا هسه اذا نجيب نفط واخليه بالووتر شو اشوف؟ ينفصل تو لاير. اذا عندي اويل مثلا زيت الطعام واخليه خبطه ويا الووتر شو يصير؟ تنفصل طبقات، ما يصير مسبل، ما يمتزج. فهاي هي الفكره، لكن بالنسبة للميثانول لا يمتزج بكل سهولة. نجي إلى الأسيديتي أوف الكحول. طبعا حامضية الكحولات due to the electronegativity of the oxygen atoms الكحول are slightly acidic. الـ pKa هو من 16 إلى 18 نوعا ما هو يكون acidic، لكن هو مو بقوة الكربوكسيليك أسيد، يعني كربوكسيليك أسيد من اسمه أسيد يعني معناته أقوى حامضية من الكحول، لكن نعتبره هو حامضي بسبب الإلكترونيجاتيفيتي يعني كهروسالبية الأكسجين اللي هي نطت يعني صفة لحامضية الكحولات وخلت الـ pKa مالته هو 16 إلى 18. طبعا قلنا هي إحنا العلاقة الـ pKa بالحامضية شو تكون؟ كل ما زادت الـ pKa كل ما زادت الحامضية، لو قلت الحامضية ما قلت الحامضية ما قلت الحامضية تقل الحامضية، يعني نوع عكسية بيناتهم. تمام، فإذا هو يعتبر يعني slightly acid يعني حامضي لكن جدا ضعيف. The anion driven by the derivation of an alcohol is the alkoxide. طبعا ال الأيون الناتج يعني إحنا هسه عندنا كحول، لاحظوا هنا على هذا التفاعل، إذا عندي كحول
من يصير عندي دي بروتونيشن يعني يفقد هذا البروتون، شو يصير؟ راح يتحول الى ايون اللي هو الانيون. احنا قلنا دائما الهيدروجين يطلع بدون البوند، يعني هي ذره ضعيفه لا حول لها ولا قوه، تطلع بدون البوند، تنطر الطرد. فمن تطلع هاي الهيدروجين بدون البوند، البوند وين تبقى؟ منو محتفظ بيها؟ الاكسجين. فتصير عليه شحنه سالبه. هذا لحد هنا الأكسجين تمام، لان هو قلنا هاي الكترو نيجاتيفيتي، يعني معناته الكهرو سالبيه مالته كلش عاليه، فتصير هذه الشحنه السالبه على الاكسجين. هذا الجزء كله شو نسميه؟ الكوكسايد، يعني هو انايون. فشو نسميه بالاورجانيك كيمستري؟ نسميه الكوكسايد. اوكي، هذا الكوكسايد هو مور اكتف، فإلى القابلية أنه يتفاعل ويا أي فلز، مثلا صوديوم بوتاسيوم، حتى الشيء يكون الكحول also react with sodium or potassium as water، يعني مثل الوتر. الوتر أيضا هم يتفاعل ويا الصوديوم ويا الكالسيوم، العفو البوتاسيوم وأيضا الكالسيوم، حتى الشيء يكون قواعد قوية اللي هي صوديوم هيدروكسيد أو بوتاسيوم هيدروكسيد أو كالسيوم هيدروكسيد. ايضا هنا الكحول قلنا يتفاعل ويا الصوديوم بعد ما يتحول الى الكوكسيد ايون، فينطيني صوديوم الكوكسيد. Thus to give the alkoxide red redox. طبعا هذا الريدوكس هو يعني يستخدم بتفاعلات الاكسده اختزال، الاوكسيديشن رياكشن، وعندي ريدكشن رياكشن، أكسدة واختزال. لكن الرياجنت أو المادة اللي تشتغل أكسدة اختزال بنفس الوقت حسب طبيعة التفاعل، هاي شو نسميها؟ نسميها ريدوكس، تشتغل أكسدة واختزال بنفس الوقت. تمام، صار مفهوم بالنسبة لهاي المصطلحات طلاب؟ لأن هذه أني دا أشرحها شرح ما موجودة دكتورة، بس بالسلايد. عيدي مع الأكسدة والاختزال. أعيدها، أنا عندي أنواع من التفاعلات بالكيمستري بصورة عامة. تفاعلات أكسدة نعرف شو وقت يكون عندنا أكسدة، من أستخدم عامل مؤكسد، والأكسدة معناتها فقدان هيدروجين أو إضافة أكسجين. تمام، مفهوم الأكسدة واضح بالنسبة لكم. عندي أيضا عكس الأكسدة منه؟ اختزال. الاختزال هو إنه إضافة هيدروجين، اختزال. مثلا عندي دبل بوند أو تريبل بوند، تختزل ترجع تصير ساتوريتد كومباوند. المادة اللي تشتغل أكسدة اختزال، يعني المادة المتفاعلة اللي هي مرة تشتغل أكسدة ومرة تشتغل اختزال حسب المادة اللي تتفاعل وياها الثانية، هاي شو نسميها أو شو نسمي التفاعل؟ نسمي التفاعل ريدوكس. ريدوكس هو شنو؟ تفاعل أكسدة اختزال، يشتغل أكسدة ويشتغل اختزال بنفس الوقت. مفهومة؟ نعم دكتور. زين، إذا قلنا الأيون الكوكسيد يتفاعل ويا صوديوم أو يتفاعل ويا بوتاسيوم حتى يكون لي الكوكسيد أيون. طبعا وبنفس الوقت هو يحرر لي غاز الهيدروجين. Formation، نفعل البوينتر. Formation of alkoxide ion، شلون يتكون عندي الكوكسيد أيون؟ مثل ما قلنا إنه عندي كحول يتفاعل ويا صوديوم، طبعا تنطرد هاي الهيدروجين، يطلع على شكل غاز الهيدروجين ويطلع لي الكوكسايد صوديوم، يعني الكوكسايد. هاي ان جنرال، هاي بصورة عامة. لكن هنا فور اكزامبل اذا اخذ ايثانول او ميثانول او بروبانول او اي الكحول مولكيولز افاعله ويا صوديوم از ا ميتال فلز، شو ينطيني؟ ينطيني قلنا صوديوم ايثوكسايد، التسمية حسب الكحول هنا صوديوم، واضيف الكحول راح يصير مثلا ايثانول يصير ايثوكسايد، ميثانول يصير ميثوكسايد، صوديوم ميثوكسايد، بروبانول صوديوم بروباكسايد، وهكذا. قلنا بالاضافه الى انه يحرر غاز الهيدروجين، هذا هو تفاعل تكوين الكوكسايد ايون. إذن هذا هو شرحه. نجي إلى more hindered alcohol like 2 propanol or tertiary butanol
react faster with potassium than with sodium. هاي ميزة مهمة انه انا عندي طبعا كل الكحولات تقريبا هي تتفاعل ويا الصوديوم ويا البوتاسيوم، لكن شافوا من خلال التجارب انه 2 بروبانول او تترابيوتانول، زين، هذه الاثنين الكحولات هي تتفاعل اسرع مع البوتاسيوم من الصوديوم. هاي من خلال التجارب اللي سووها. ايضا ميزه مهمه، نجي هسه نشوف الاسيديتي. طبعا احنا من نتحول الى الكوكسايد ايون، هو معناته شنو هذا التفاعل؟ اني من اي ماده قلنا حسب مفهوم برونشتد للحامض. برونشتد شو يعرف الحامض؟ هي الماده. شو يعرف الحامض برونشتد؟ يلا يا نايمين قعدوا. الماده اللي تفقد البروتون. عافيه، هي الماده اللي لها القابليه على فقدان بروتون. اذا اني اي ماده تفقد لي بروتون بالكيمستري هي اعتبرها شنو؟ اعتبرها ماده حامضيه. تمام، لكن درجه الحامضيه هاي تختلف، اكو حامض قوي، اكو حامض ضعيف، اكو حامض متوسط وهكذا. فاذا هو احنا هسه الكحولات اعتبرناها حامضيه اولا من خلال تشيكنا البي كي اي، من خلال تفاعلات انه هي تعطي هاي بروتون حتى يقعد مكانه منو فلز اللي هو الصوديوم او البوتاسيوم ينطيني الكوكسايد. فاذا هو ان جنرال حامضي. درجه الحامضيه ايش بيها؟ عندي تزيد وتنقص حسب شنو؟ حسب المجاميع اللي متصله بالاو اتش. يعني هنا ايش يقول؟ with growing group enhance acidity، يعني المجاميع الساحبه تعزز او تزيد الحامضيه. شلون؟ شنو المجاميع الساحبه اللي عندي؟ مثل منو مجموعه ساحبه نسميها with growing group؟ هالوجينات، دكتوره، هاليدات. هالوجينات عافيه. وبعد هاليدات مجاميع الار اللي هي مثلا CH3، يعني تكون ايضا يعني هي اكثر الهالوجين او الان او 2. الان او 2 الهالوجين هذه طبعا هي ان جنرال اقوى المجاميع الساحبه. هذه اريدكم تطلعوها بالجوجل، تجوجلوها شنو with drawing group شنو donating group، نشخصها. لان انا بالامتحان اجيب لك مثلا مجاميع with drawing واقول لك رتب لي حسب قوه الحامضيه، فانت ايش تسوي؟ لازم تعرف انه منو اللي يزيد الحامضيه، منو يقللها، ومنو اللي ما ياثر، فترتب لي حسب التسلسل. اوكي، اذا هسه الويذ دراون جروب قلنا هي زي الحامضيه، فنشوف هنا أنا اخذنا مقارنه ايضا سوينا بين هاي المجاميع. عندي ايثانول، ايثانول اللي هو الار هي مجموعه دافعه. تمام، المجموعه الدافعه طبعا كل ما يعني كانت اكثر كل ما قللت الحامضيه، والعكس صحيح. فنجي إلى المجاميع الساحبة اللي هي عندي مثال عليها الهالوجينات بصورة عامة، هي مجاميع ساحبة. وقلنا أيضا مجموعة الـ NO2، الـ NO2 مثلا من أشوفها موجودة أيضا هاي مجموعة ساحبة. فنشوف أنه من عندي فلورايد فلور وموجود كسبستيوشن معوض على واحدة من الكربون، فهذا راح يكون لها تأثير حامضي. لكن شوف الفرق، اني المجموعه الاف هنا بعيده عن الاو اتش، فنطت البي كي اي 12.43. لكن لو كانت المجاميع الساحبه اقرب للاو اتش شو يكون الحامضيه مالتها؟ كلش عاليه. ليش؟ لان تاثيرها يكون اقوى على الاو اتش، تاثيرها يكون اقوى على الاو اتش، يعني يخلي هاي الهيدروجين هي مور اسيدك فتنطرح بسهولة. يعني كل ما كان المجموعة الساحبة أقرب للهيدروكسيل جروب كل ما كان المركب مور أسيدك، أكثر حامضية. تمام، مفهومة؟ وأرجع وأكد أنه أنتوا عليكم تجوجلون المجاميع الساحبة والمجاميع الدافعة شنية، تشوفوها تشخصوا لي إياها،
حتى من اجيب سؤال بالامتحان انتم تعرفون تحلوه. طبعا انا من اقول المجاميع الساحبه تزيد الحامضيه، فعكسها تماما المجاميع الدافعه شو تكون؟ تقلل من الحامضيه. حامل. تمام؟ تمام دكتورة. زين، نجي الى فورميشن اوف فينوكسايد ايون. شلون يتكون عندي ايون الفينوكسايد؟ احنا الكوكسايد عرفنا انه من قلنا هذا هو الكوكسايد ايون. تمام؟ يعني الكيل جروب، وهو جاي من الكحولات الاليفاتيه ينطيني الكوكسايد جروب، الكوكسايد ايون. لكن الفينوكسايد هو المن خاص بمن؟ بالفينول. الفينول اللي قلنا هي عباره عن derivatives of الكحول، اللي هي ايضا نسميها تسميه ثانيه هي كحولات اروماتيه. كحولات اروماتيه اللي هي عباره عن حلقه بنزين وبيها الـ OH. طبعا ايضا نفس الفكره، هو ده يتفاعل ويا قاعده اللي هي اما ان اي او اتش او ويا كي او اتش. فشي يصير؟ طبعا هاي الاو اتش راح تشتغل انه تسحب هاي الهيدروجين. فقلنا الهيدروجين من تطلع تطلع بدون البوند، البوند تبقى محتفظه بيها الاكسجين. فشي يصير عندي؟ يصير عندي شحنه سالبه. من يصير عندي شحنه سالبه واصلا الصوديوم هو ايون موجب، فراح يصير هنا ملح اللي هو الصوديوم فينوكسايد، مثل صوديوم الكوكسايد هنا الصوديوم فينوكسايد. تمام؟ شيء كذا اكو احد يريد يدخل على الرابط الثالث. تمام زين. ثواني طلاب هسه اكمل وياكم. تمام، إذا طلاب هو الفينوكسايد أيون قلنا نفس مفهوم الألكوكسايد أيون، لكن هنا أروماتيك كومباوند، هناك عندي أليفاتيك، نفس المبدأ. طبعا أيضا إحنا نختبر حامضية الفينولات من هذا التفاعل. تمام؟ شلون؟ إنه إذا قلنا أفاعلها ويا أي قاعدة أيضا راح يفقد بروتون، وقلنا أي مادة تفقد بروتون هي عبارة عن أسيد. حامضي. تمام؟ فإذا هي راح تكون أسيد هنا من خلال فقدانها للبروتون يتحول إلى صوديوم فينوكسايد. وجدوا أن البي كي أي مالته أيضا هي حوالي 15.7. هسه نجي نعرف، أريد أعرف هل أنه الفينول أكثر حامضية من الألكوكسايد؟ يعني الفينوكسايد أيون أكثر حامضية لو أقل حامضية من الكوكسايد أيون؟ نشوف. The aromatic alcohol phenol is more acidic than aliphatic alcohol. إذن هنا نقطة مهمة، الفينولات أكثر حامضية من منو؟ من الكحولات الاعتيادية الاليفاتيك الكحول. Due to the ability of the aromatic ring to delocalize the negative charge of the oxygen within the carbon of the ring. شنو معناه هذا الكلام؟ انتوا تتذكرون ماخذين اكيد باللي دارس البنزين، البنزين بيه ميزه، شنو هاي الميزه مالته؟ من يعرف؟ من يعرف؟ البنزين دكتورة ما يمتزج ويا الماء.
ما ينتزج وين المي دكتورة؟ هم متحولون على الرابط الثالث، لأنه الرابط الأول هسه راح يدخل دكتور محمد، فتنطوه مجال حتى يدخل. فرجاء يعني أكو أريد طلاب يدخلون على الرابط الثالث، حتى لو يعني يطلب من عندهم بيرميشن للدخول حتى أعطيهم بيرميشن. أوكي زين. إذا هسه الفورميشن أوف فينوكسايد أيون عندي نفس التفاعل قلنا راح يكون مور اسيدك. ليش مور اسيدك؟ لانه الاروماتيك كومباوند، ميزه البنزين انه بي ريزونانس. شنو معنات ريزونانس؟ تشوفون هاي الاواصر المزدوجه داخل هاي الحلقه شو يصير بيها؟ ما تكون قاعده بنفس المكان، وانما هي متحركه. يعني هذه حاله رنين عافيه، يعني هاي الدبل بوند مره تجي هنا مره تجي هنا مره تجي هنا تفتر، فهذا يسموه معناتها ديليكولايز، يعني ما يكون ثابت الموقع. دكتورة يعني الأكسجين يكون يتحرك على ذرات الكربون المتعددة، ما يبقى بمكان واحد، لا الأكسجين ما بلوكيشن يتحرك، واحد. لا الأكسجين ما يتحرك، الأكسجين ثابت. منو اللي يتحرك؟ منو اللي يتحرك؟ يتحرك العفو البوند، البوند اللي هي الالكترون. دكتورة اللي هي الالكترون، احنا البوند شنو مفهومنا إلها؟ هو عبارة عن الكترون. الالكترون هو دا يتحرك، يعني دا ينشر على كل المركب، على كل الستركتشر. يعني هو من الاكسجين، لاحظوا اتبعوا البوينتر اللي افعل القلم، ده يجي من الاكسجين، مره يقعد هنا تطلع هذه، تقعد هنا وتطلع هاي، تقعد هنا، وهكذا تنشر على كل المركب. لذلك اذا تذكرون احنا البنزين، البنزين مرات شنو نرسمه؟ رسمها هالشكل داخل حلقه. معناها شنو؟ معناها انه هاي الالكترونات او الاواصر المزدوجه الثلاثه هي في حاله حركه مستمره داخل الحلقه، فاذا مرات نرمز لها بشكل حلقه، معناته انه هذه مستمره الحركه. فهذا هو مفهوم الديليكولايز. نرجع نفعل البوينتر. اي اذا اروماتيك الكحول فينول از مور اسيديك ذان اليفاتيك، هاي نقطه مهمه. اذا الاروماتيه، الكحولات الاروماتيه هي اكثر حامضيه من الكحولات الاليفاتيه. السبب ليش؟ هذا مهم. due to the ability of the aromatic ring to decolize the negative charge of the oxygen within the carbon of the ring. بسبب انه الاروماتيك رينج هي decolize the negative charge، انه راح تحرك هاي النيجاتيف تشارج، ما تخليها ثابته في الموقع. Of the oxygen within the carbon، يعني حتكون هذه منتشرة ما بين الأكسجين وما بين ذرات الكربون بالحلقة. تمام؟ صار واضح؟ طبعاً ال charge delocalize on the phenoxide ion، هذا هو السلايد راح يوضح لي إنه شلون تتحرك هاي النيجاتيف تشارج. هذا مهم، يعني أنا من أجيب السؤال أنت جاوبني. هذا الشرح بالإضافة إلى الرسم. لا أريد الطالب يكتب لي بس الشرح بدون الرسم، لأن هذا يتنقص عليه، هذا يعتبر جواب غير كامل، ولا الرسم بدون الشرح، فالاثنين هم مطلوبة من عندكم كجواب. فشي يصير؟ أنه أنا عندي هذه الفينوكسايد أيون، لاحظوا الشحنة السالبة راح تنفتح، تصير دبل بوند هنا بتوين الأكسجين والهاي الكربون. من يصير دبل بوند بتوين الأكسجين وهاي الكربون، معناته هاي الكربون صار بيها خمس ارتباطات، فما تتحمل، فشو يصير؟ هاي الدبل بوند تتحرك تجي هنا، فصارت دبل بوند بدبل بوند. الشحنة السالبة وصلت هنا أيضا، ترجع تفوت تكمل الفرة، وهذه تنفتح تصير شحنة سالبة، وهكذا إلى أن يرجع. فهذه هو الرنين أو الريزونانس اللي يصير بالفينوكسايد جروب. إذا لاحظ إنه الفينوكسايد من دا يصير بيه رنين، كل مركب بيه رنين معناه شنو؟ معناه هو more stable، مستقر.
فمن يكون مستقر، يعني أني من أفقد الهيدروجين وعندي أيون مستقر، معناته الحياة طبيعية. فإذا فقدان للهيدروجين ينطي استقرارية أكثر من ما يكون ويا الهيدروجين، معناته إنه يكون هو مور أسيدك، عكس الأليفاتك. الأليفاتك ما بي رنين، فيكون هو يعني مستقر ويا الهيدروجين أكثر من ما يفقده، تمام؟ فإذا صار أقل حامضية من الفينوكسيد. واضح السؤال لو أعيده؟ نعم دكتورة واضح. تمام. إذا هذا هو بالنسبة لي الأسباب إنه ليش خلت الأيون الفينوكسيد هو more acidic. The negative charge of the oxygen can be delocalized off the four atom of the phenoxide ion. هذا السبب الأول. والسبب الثاني the true structure is a hybrid between the four resonance form. طبعا التهجين مالته راح يكون يعني هو يكون مماثل لأربع structures of phenoxide ion. نجي إلى الانترموليكولار هيدروجين بوندينج. طبعا احنا قلنا اخذنا بالبداية المحاضرة انه درجة البويلنج بوينت لهاي المركبات من نجي نشخصها راح نشوف انه يعني قلنا البويلنج بوينت للكحولات هي عالية مقارنة بالووتر، مقارنة حتى فرغوا لي، روحوا لي على الرابط الثالث رجاء طلاب. زهراء عبد الهادي، محمد عبد الله، أمير نوري، أحمد لطيف، بعد شهد أكرم، شعيب، روحوا لي على الرابط الثالث، على الرابط الثالث، أنا أعطيكم بيرميشن. يلا بعد إسراء داوود، ختام، أوس عبد الرحمن، دعاء غانم، عبد الواحد، يلا دخلوا لي على الرابط الثالث أو الرابط الثاني. آي عادل، سجا عمار، سارة رياض، بعد بكر عدنان، سارة ياسر، مريم جمال، الرابط الثاني أو الثالث دخلوا لي. سارة جاسم، زينب رضاء، مريم جمال، مريم جمال روحي على الرابط الثاني، موجودة انتي لو لا؟ رف الفاضل، شمس أحمد، بكر عدنان، مازن، الرابط الثاني. بعد رغدة هيثم، مريم جمال، مريم جمال أحسجش غياب، براء جاسم، تمام يعني انتوا داخلين واكو ناس ما قاعدة بالمحاضرة. بكر عدنان، مازن، دينا وليد، نعم دكتورة موجود أنا بكي. الرابط الثاني يعني. نعم. مريم جمال ما موجودة، اوكي. تمام، إذا نكمل عيني طلاب، نشوف منو عندنا بيرميشن. نجي إلى الانترموليكولار هيدروجين بوندينج. عندي قلنا من أخذنا بداية المحاضرة إنه البويلنج بوينت فور ذا الكحول مولكيولز تكون مور هايلي ذان ايثر اند الكان. عرفنا السبب ليش انه يكون بيكوز هيدروجين بوندينج. هسه راح نجي ندرس الستركتشر انه شلون ده يصير عندي الهيدروجين بوندينج بالنسبه لي بتوين ذيس مولكيولز. طبعا عندي هيدروجين بوندينج بتوين الكحول مولكيولز اللي هي انتر مولكيولر هيدروجين بوندينج،
يعني لها القابليه انه تسوي هيدروجين بوندينج مع بعضها. وبالاضافه الى انه قلنا السوليبيليتي مال الكحولات انه كلش عاليه خاصه بالووتر. ليش؟ لانه ذا سيم ريزن انه تكون هيدروجين بوندينج بس هالمره بتوين الكحول نفسه وبتوين الووتر. اوكي، فاذا عندي الهيدروجين بوندينج اما تكون بين جزيئات نفسها اللي هي انتر مولكولار هيدروجين بوندينج، هذه راح تكون، او تكون بتوين الكحول وبتوين الووتر. فاذا هنا ايش يصير؟ لاحظوا من خلال الستراكشر عندي الهيدروجين بوندينج عاده تكون بتوين الاتش وما بين الاكسجين. فلاحظ انه هي طبعا تنفتح بشكل partially negative بالنسبه للاكسجين و partially positive بالنسبه للهيدروجين. فراح يصير عندي attraction between positive ونيجاتيف، فيصير الهيدروجين بوندينج مع الاكسجين للجزيئه الثانيه، والهيدروجين مالتها تصير ايضا هيدروجين بوندينج بالنسبه للجزيئه الثالثه، وهكذا. فاذا عندي intermolecular hydrogen intermolecular hydrogen bonding between these molecules. هذا الشيء يخليها انه قوه ارتباطها تكون نوعا ما عاليه، فتحتاج الى طاقه عاليه للكسر، لذلك درجه غليانها تكون عاليه. مفهوم؟ هاي بالنسبه للانترمولكيولار هيدروجين بوندينج. الاسوشيتد ليكويد طبعا يعني اذا قلنا هسه احنا عندي نوعين من الهيدروجين بوندينج، اما بتوين ذس مولكيولز او بتوين الجزيئه كحول وجزيئه ووتر، فيصير عندي ايضا هيدروجين بوندينج. تمام، صار واضح. نجي الى البريبريشن اوف الكحولز. بريبريشن of alcohols. Reaction عندي طبعا أول تفاعل هو reduction of ketone and aldehyde، وهذا أخذناه طبعا بالألكين، شرحته إنه قلنا إحنا الألكين أقدر أحضر من عنده كحول، وهذا الكحول يتأكسد إلى يعني aldehyde أو ketone، وقلنا الألديهايد يستمر بالأكسدة إلى أن يوصل إلى شنو؟ إلى كاربوكسيليك أسيد، عافية، ويوقف. لكن الكيتون ما يتأكسد، يوقف للكيتون وينتهي التفاعل. عكس الأكسدة قلنا هو شنو يا تفاعل؟ Reduction. الاختزال. الاختزال هو عبارة عن إضافة هيدروجين، وعرفنا إنه تفاعلات الاختزال إنه إضافة الهيدروجين تتم عن طريق يعني special catalyst، عوامل مساعدة خاصة اللي هي البلاديوم والبلاتينيوم أو النيكل. تمام؟ هذه تساعد على عمليات الريدكشن. فإذا هسه أنا أريد أحضر كحول من كيتون أو ألديهايد، شو أسوي؟ الأكسدة لو اختزال؟ اختزال. اختزال، تمام، حتى يرجع لي إلى كحول. وطبعا الكحول حسب نوعيته، يعني أنا إذا كيتون شو يطلع لي نوع من الكحول؟ عفية، سكندري الكحول، ثانوي. لكن إذا عندي ألديهايد شي يطلع لي أنا نوع من الكحول أولي. إذا هذه لازم نميزها ولازم نشخصها صحيح. زين، أيضا عندي من التفاعلات preparation of الكحول اللي هو reduction of ester and carboxylic acid. الأستر هو عبارة عن شنو؟ منين يتكون عندي الأستر؟ أستر؟ لا، أستر شلون أحضر أستر؟ شلون يتحضر الأستر؟ هاي لازم نحفظها ونفهمها، مو بس نحفظها. الأستر هو عبارة عن جاي من تفاعل كحول زائدا كاربوكسيليك أسيد، لكن من أسوي له تحلل يرجع ينطيني كحول والكاربوكسيليك أسيد. فإذا reduction of أستر ينطيني كحول وينطيني كاربوكسيليك أسيد، وأيضا reduction of كاربوكسيليك أسيد ينطيني كحولات. زين، هسه راح ناخذ تفاصيلها. الهايدريشن أوف ألكين ايضا واحده من تفاعلات الـ او البريبريشن اوف الكحول من خلال هدرجه الالكين، والالكين اسوي له اوكسيديشن الى الديهايد وكيتون، وهكذا تستمر. النيوكليوفيليك اديشن، جرين يارد رياكشن، هذا التفاعلات اللي ايضا يتحضر معها الكحول، والاستلايد اديشن، سبستيوشن، تعويض، تفاعلات التعويض هسه راح ناخذها، مثل ايبوكسايد اوبننج اللي هو من تفاعلات الإيبوكسي، من حضرنا الإيبوكسي أيضا أخذناه بالألكين، اللي هو
انه epoxide opening، لان قلنا الايبوكسي هو عباره عن حلقه يعني مقفله باكسجين اذا تذكرون الستركتشر مالته. فاحنا من نصير opening يعني معناته انه صار عندي اكسجين فري، هذا الاكسجين اقدر اني ايضا اسوي له ريدكشن ويتحول عندي الى كحول. فهاي وحده من طرق ايضا تحضير الكحولات. راح ناخذ يعني امثله عليها. عندي الاوكسي ميركوريشن هايدريشن اللي هي حسب قاعده ماركونيكوف. طبعا قلنا انا ارجع واكد انه الكاتاليست والكيميكال كونديشن مهمه بالنسبه لاي تفاعل. فاي تفاعل عندي لازم احفظ انه الكيميكال كونديشن مالته، سواء كان سولفنت كاتاليست يعني حراره. بعض التفاعلات احتاج الى يعني اسوي لها كولينج تبريد. فكل واحد كل تفاعل الى ظروفه. فعندي هنا أنا اذا عندي الكين واحده من تفاعلات تحضير الكحولات، الكين واضيف له HgOAc/2 NTHF تدرا هيدروفلوران هذا السولفنت ووتر، وايضا اضيف له NaBH4. طبعا هذا ايضا وحده من الريجنت اللي هو يساعد لي على عمليات الريدكشن اختزال NaBH4. من اشوفه يعني اتوقع تفاعل اختزال عندي. فايش راح يتحضر عندي؟ يتحضر عندي كحول. هذا الكحول شنو نوعه؟ من يقدر يشخص لي اياه؟ برايمري سكندري تيرشري؟ تيرشري. ليش تيرشري؟ لانه مرتبط بكربون. هذه لاحظوا البوينتر كربون، وهاي الكربون متصله بثلاث مجاميع كحول، العفو كربون بثلاث مجاميع كربون. فهذا وما بي اتش، يعني هاي اتش متابعه له، مو تشوفوا تخربطون، هذا معناته تيرشري الكحول. طبعا الاضافه حسب قاعده ماركونيكوف اللي هي انه اذا اضيف HOH، يعني اذا اضيف HOH فال H تروح الى درجه الكربون الغنيه وال OH تروح الى درجه الكربون الفقيره، فيطلع عندي تيرشري الكحول. لكن اذا عندي هايدروبوريشن هايدريشن، طبعا ارجع واكد من عندي بيروكسايد، من عندي بيروكسايد وهايدروبوريشن اللي هو BH3 بوجود THF، والبيروكسايد من عندي بيروكسايد هو يشتغل لي انتي ماركونيكوف عكس قاعدة ماركونيكوف، يعني معناته راح يضيف ال H الى الفقير وال OH الى الغني، فيطلع بهاي الحالة يا يعني نوع من الكحولات عندي بوجود البيروكسايد اولي، هذا برايمري الكحول او اولي كحول اولي، لانه عندي كربون متصلة بطرف واحد كربون ومتصلة باثنين هيدروجين. فإذا أنتي ماركونيكوف هي لتحضير كحولات الأولية، والماركونيكوف هو تحضير كحولات ثانوية أو ثالثية. تمام؟ ترى بس سؤال. نعم. بالألكين من كنا نطبق قاعدة ماركونيكوف نقول يعطينا مجر ويعطينا الماينر. ميجر. مو مجر، مجر هاي دولة. ميجر. أي. ميجر ويعطينا الماينر. عادي لازم تسوي لي اياها، تسوي لي اثنينها، تكتب لي الميجر والماينر، الميجر والماينر حسب قاعده ماركونيكوف اور انتي ماركونيكوف رولز. تمام. اي يعني احنا اني هنا أنا مو دائما اعيدها، يعني هاي بعد خلاص انا شرحتها وانتم المفروض مفتهميها وقاريها. فانتم اي تفاعل يجيكم لازم تسووه اكوردنج ماركونيكوف اور انتي ماركونيكوف رولز، وتكتب لي التفاعل بتفاصيله. يعني لا أحد يقصر بالكتابة، لا أحد يقصر بالمعلومة. المعلومة هاي تبين الطالب إنه أنت فاهم لو ما فاهم. زين، نجي إلى الأكسيديشن أند ريدكشن، تفاعلات اللي أيضا من طرق تحضير الكحولات هي من تفاعلات الأكسدة والاختزال. 3 hydrocarbon oxidation level. عندي طبعا ثلاث انواع من الاكسده، اللي هي مثلا عندي الكان اسوي له اوكسيديشن ينطيني الكين، الكين نسوي له اوكسيديشن. الاوكسيديشن معناته هو فقدان للهيدروجين. مفهوم الاكسده هو انه فقدان هيدروجين او اضافه اكسجين، لكن الاختزال هو اضافه هيدروجين، عكسها تماما.
فاني مثلا من عندي الكان واسوي له اوكسيديشن معناته ده ينقص من عنده هيدروجين، فايش يتحول لي؟ يتحول لي الى الكين. واذا هذا الالكين اسوي له اوكسيديشن ايش يتحول؟ يتحول الى الكاين. تمام. فاذا صار عندي تربل بوند. هاي تربل بوند هسه نقدر احنا من خلالها نحضر، او الالكين نقدر من خلالها نحضر الكحولات. فور اكزامبل عندي ايثان العفو، اسوي له اوكسيديشن قلنا ينطيني ايثين ايثانول، وان كلورو ايثانول العفو وان كلورو ايثان، او امين اللي هو الامين الاولي ايثايل امين. ايضا هذه المركبات نستمر بالاكسده مالته ينطيني الاثيلين ينطيني ايثاين، عندي الكحول ينطيني بالأكسدة ينطيني الألديهايد إذا كان أولي، ويستمر بالأكسدة الألديهايد ينطيني كاربوكسيليك أسيد. شوف كلها إعادة. يعني عندي الهاليد الألكيل اللي هو كلورو إيثان يتأكسد، إذا أكسدة هذا شنو معناته؟ إحنا قلنا الأكسدة هو عبارة عن نقصان بالهيدروجين، فإيش يتأكسد مرة لخشين شيء يعني ينقص من عند الهيدروجين وينضاف له العفو ينضاف له الاكس، فشي يصير داي كلورو ايثان يستمر بالاكسده ايضا يفقد هاي الهيدروجين راح يتحول الى تترا كلورو ايثان. تمام. ايضا بالنسبه للامين الاولي من الاكسده راح يتحول الى unsaturated amine، وبالإضافة إلى أنه إذا استمر بالأكسدة راح يتحول إلى CH3CN اللي هو بها مجموعة سيانايد. فإذا مفهوم الأكسيديشن بهذا الاتجاه عكس هالشيء يؤدي تفاعلات الريدكشن، يعني الريدكشن يرجعني إلى منو؟ إلى الألكان، إلى saturated compound، لكن الأكسيديشن قد ينطيني كاربوكسيليك أسيد ينطيني تتراكلورو إيثان أو ينطيني سيانو إيثان اللي هو مثل هذا المركب. مفهوم؟ أعتقد هاي سهلة عليكم لأن أنا هواية مواضيع لتنعاد، يعني هي نفسها بالألكين نفسها بالألكاين نفسها بالكحولات. زين، من التفاعلات المهمة أو طرق التحضير المهمة للكحولات هي من خلال جرينيارد رياجنت، جرينيارد رياجنت أو كاشف جرينيارد. كاشف جرينيارد هو عبارة عن شنو؟ شلون يتم تحضيره؟ عبارة عن هاليد الكيل اللي هو الار اكس بلس مغنيسيوم، بوجود المنغني يعني مغنيسيوم. طبعا الاكس هو عبارة عن يعني اما كلورايد او برومايد او ايود يعني ايودين، قلنا ونستبعد دائما الفلور لانه بيه مشاكل. شلون يتحضر؟ بوجود الايثر dry ether as a solvent، والإيثر طبعا هذا مهم ليش؟ لأنه يساعد لي على stabilizing reaction، يسوي لي يعني تهدئة ويعني يخلي التفاعل مستقر حتى يتحضر عندي Grignard reagent اللي هو صيغته العامة RMgX. RX plus Mg راح يصير RMgX، هذا هو جرينيارد ريجنت. يعني من اقول لك حضر لي جرينيارد ريجنت انت لازم تعرف شنو تحضر، ايش تحتاج؟ تحتاج هاليد الكيل، تحتاج مغنيسيوم، بوجود الايثر از ا سولفنت، ويتحضر عندي جرينيارد ريجنت. طبعا الار هنا حسب انت عندك ميثايل جروب او ايثايل او بروبايل او ميثايل والى اخره، انت ايش قدت يعني حسب الجرينيارد الكاشف جرينيارد اللي انت تريد تحضره لازم تجيب هاليد الالكيل. مفهومه؟ ناخذ عليها مثال فورمولا ار ام جي اكس، هذا الكيميكال فورمولا رياكتس لايك ار. طبعا شلون يتفاعل؟ احنا نفتح هنا بارشالي نيجاتيف شحنه جزئيه سالبه على الار وشحنه جزئيه موجبه على الام جي، هذا اللي يخلي كاشف جرينيارد هو اكتف. يعني عنده خلينا نقول قطبين، قطب سالب وقطب موجب. ليش؟ لان هاي منين جايه؟ جايه من انه الار هو يعني تكون عليه تركيز الشحنه اكبر من الام جي، الام جي بشكل ايون موجب، فهذا اللي يخلي كاشف جرينيارد هو مور اكتف فعال،
انه بهالصيغه هاي. فدائما انا من اكتبه بالتفاعلات اكتبه انه سالب موجب ار ام جي اكس سالب موجب، ما انسى ليش، لانه عندي الكثافه الالكترونيه على الار هنا اكثر فصار عليه شحنه سالبه، وعندي deficiency of الام جي اقل فراح يكون عندي يعني كانما نقص deficiency بالالكترونات على الام جي. تمام، هاي بالنسبه للكاشف جرينيارد. ايثر ار يوز از ا سولفنت تو ستابلايز ذا كومبلكس، مثل ما قلت لكم هنا دائما احتاج اني ايثر كسولفنت حتى شنو، حتى يسوي ستابلايز للكومبلكس، حتى ينطلع لي هذا الكومبلكس بشكل مستقر. تمام، ايودايز ار موست رياكتيف، فلورايد جنرالي دو نوت رياكت، يعني احنا دائما نستبعد الفلورايد لان يسوي لي مشاكل، لكن اكثر الهالايد اللي موجوده وهذا النوع من التفاعلات انه عندي اليود هو موست رياكتيف، دائما يستخدمون يفضلون استخدام اليود لانه هو مور رياكتيف. may be formed from primary secondary or tertiary alkyl halide، طبعا هنا انا قلنا يعني ايش احتاج، شلون شكل الكاشف جرينيارد اللي اريد احضره، اجيب الار قد يكون primary يعني مثلا CH3X او secondary مثلا عليه substitution يعني مثلا CH3 و يعني عفوا CH2 CH3 فعليه substitution يتحضر لي secondary او tertiary alkyl يعني الار مثلا هنا tertiary راح يكون alkyl، خل ارسم لكم اياه، يعني عندي كربون متصله بيها ثلاثه كربون ومن هنا اكس، هذا ايضا يتحضر عندي كاشف جرينيارد، انه هي نفس الفكره افاعله ويا ام جي ينطيني نفس هذا الستركتشر اللي هو عباره عن هم كربون متصله بيها ار كربون ثلاثه، وهنا ايش راح يصير ام جي مثلا اكس حسب الاكس اللي انت مستخدمه. وما انسى اخلي قلنا هاي partially positive وهنا partially negative مثل هذا، هاي معناتها partially negative وهنا partially positive، مفهومه؟ زين مثال عليها، مثلا انا جايب هنا primary هاليد الكيل اللي هو CH3Br plus Mg يتحضر لي هذا كاشف جرينيارد اللي هنا اللي هو CH3MgBr، وقلنا احنا دائما نكتبه بالتفاعلات بهالصيغه هذه اللي هو يعتبر excellent nucleophile very strong base، يعني يشتغل كقاعده قويه ويشتغل كنيوكليوفايل يعني مركب باحث عن النواه، فيشتغل كسترونج بيس حتى يتفاعل مع بقيه المركبات. forming of grignard reagent ايضا ناخذ عليها مثال، مثلا عندي هنا هاليد الكيل اروماتي افعله ويا الام جي بوجود الايثر ينطيني، قلنا هذا كانما هاي ار، فشون اجيب الار اني ما يفرق لي ار وعندي ام جي اكس ام جي بي ار لانه انا مستخدم البي ار، ار كانما هاي الام جي راح تقعد بيناتهم فقط، يتحضر هو هذا كاشف جرينيارد. تمام، ايضا اذا اجيب هنا هسه سكندري هاليد الكيل مثل ما قلنا هذا برايمري هاليد الكيل، هنا سكندري هاليد الكيل، ليش سكندري؟ لانه الاكس متصله بكربون، هاي الكربون متصله باثنين كربون ووحده اتش فصار سكندري، بنفس مفهوم سكندري الكحول، ايضا افعله ويا الام جي بوجود الايثر ينطيني جرينيارد ريجنت بهالشكل هذا، يعني وين مكان الاكس وين مكان السي ال راح يقعدوا مكانهم بينهم الام جي فينطيني هذا جرينيارد ريجنت. ايضا جرينيارد ريجنت رياكت وذ الديهايد تو فورم سكندري الكحول، هسه هنا شلون احضر من عند الكحولات، هسه احنا اخذنا طريقه تحضير الجرينيارد، هسه شلون احضر من عند الكحول، انه عندي الديهايد افاعله ويا جرينيارد ريجنت، هسه احنا هذا عرفنا قلنا شلون نحضر جرينيارد ريجنت بغض النظر انه اني شنو عندي من ار،
حتى اعرف ان شلون طريقه هسه حضرت هذا الجرين يارد، هسه شلون افاعله ويا منو حتى ينطيني كحول، افاعله ويا الديهايد. لاحظوا بوجود اسيدك ميديا وسط حامضي شو يطلع لي؟ يطلع لي انه هاي المجموعه الخضراء اللي هي الار ترتبط بهاي الكربون، ترتبط بهاي الكربون اللي بيها كربونيل مالت الالديهايد، ويصير بي ريدكشن كانما، يعني راح يصير اختزال، الاو راح تتحول الى او اتش ويطلع لي كحول نوع ثانوي. مفهومه دكتورة؟ عيديها نعيدها. احنا قلنا اول خطوه لازم اني احضر بي كاشف جرين يارد، هاي حضرناه وعرفنا شلون يتحضر بالسلايد اللي قبله شلون يتحضر التفاعل. هسه اريد احضر اني كحول، لازم افاعل كاشف جرين يارد ويا ماده، هاي الماده مثلا اذا اخذ الديهايد، لان هي هسه عده يعني مواد اقدر افاعل ويا كاشف جرين يارد حتى احضر منها كحول، لكن اول وحده هي انه افاعل ويا الديهايد. شلون يصير؟ انا عندي هاي جزء الار اللي هي هاي الحلقه الاروماتيه راح ترتبط لي ب هاي الكربون، اركز على هاي الكربون اللي بيها الكربونيل. وين قعدت؟ لاحظوا وين قعدت؟ بهالشكل هذا. صار عندي طبعا هاي بعد بيها ميكانيزم انه تنفتح هاي دبل بوند يصير عليها شحنه سالبه هنا، طبعا هاي مدى اسيطر على الماوس، فصار عندي شحنه سالبه على الاكسجين، صار ارتباط الار بهاي الكربون. راح يصير بما انه عندي وسط حامض راح يصير عندي اختزال، اختزال لمن؟ اختزال لهاي المجموعه، فشي تتحول؟ تتحول الى او اتش مثل ما صارت هنا، هذه او اتش، فصار عندي كحول. نوع الكحول هنا شنو؟ سكندري الكحول. ليش؟ لانه كربون قلنا وحده اتش واثنين كربون. صارت مفهومه؟ نعم دكتور. تمام، نجي الى هذه طبعا الميكانيزم مالتها، هذه غير تفاعل. هنا عندي سايكلو، يعني هنا دافاعل ويا كيتون، سايكلو كيتون. جرين ياردر ايجنت رياكت وذ كيتون تو فورم تيرشري الكحول. طبعا هنا جرين يارد هسه اذا افاعله ويا برايمري ويا الديهايد ينطيني سكندري الكحول خاص، واذا افاعله ويا كيتون راح ينطيني تيرشري الكحول. ليش تيرشري الكحول؟ لانه هو اصلا كيتون ب ذرتين كربون منه، وتجي لهاي الار الثالثه فصارت الكربون مرتبطه بثلاثه كربون. تمام، عرفتوا منين جاي التيرشري؟ انه انا دا اركز على ذره الكربون اللي بيها الكربونيل، هي اوريدي بيها اثنين متصله باثنين كربون، دا يجيها كربون ثالث ايش قفلها؟ قفلها تيرشري. فشي يصير جرين يارد ريجنت لازم اول خطوه احضره، يعني انا ما اجيب هيش تفاعل، لازم تحضر لي جرين يارد ريجنت وبعدين يلا الخطوه اللي بعدها تنطيني الكحول. فبعدها راح يتفاعل ويا كيتون، هذا الكيتون قلنا نفس الفكره انه يرتبط، هذا يصير هجوم لان يعني هو عباره عن نيوكلوفايل ريجنت، يعني ريجنت باحث عن نواه، فيهاجم، يتهاجم من قبل منه؟ من قبل اني الكتروفايل، فيصير عندي تيرشري الكحول. طبعا هو الناتج العرضي راح يطلع هو ام جي بي ار او اتش، يعني يطلع بصيغه انه الام جي والبي ار اللي هو من هاليد الكيل، و الاو اتش اللي هو جاي اصلا من ال اتش 3 او، فيطلع لي هذا خاص بتيرشري الكحول. مفهومه؟ مفهومة كلها؟ أصورها سهلة وواضحة. نعم دكتور. بس تركيز توضح لكم الأمور أكثر. نأخذ مثال أيضا آخر. طبعا هسه إذا عندي الفورمال ديهايد to form primary الكحول، هنا خاص إذا أفعله ويا فورمال ديهايد راح ينطيني primary الكحول، اللي هو فورمال ديهايد اللي هو عبارة عن شنو؟ عن C double bond H H
يعني هو الديهايد، لكن هنا بدل الار، لاحظوا بدل هاي الار، يعني هسه انا اذا اخلي ار هذا يعطيني الديهايد، لكن اذا بدل هاي الار اتش هذا شو نسميه المركب؟ نسميه فورمالديهايد، واللي هو اصغر مركب الديهايد موجود بالالديهايدات. ليش؟ لانه ار يعني ماكو ار، عنده اتش باتش وعنده كاربونيل، فهذا الفورمالديهايد. الفورمالديهايد اذا احضر ايضا مثلا جرين يارد ريجنت اللي هو هذا، عفوا جرين يارد ريجنت من هاليد الكيل هنا افعله ويا ام جي بوجود الايثر والتسخين يعطيني جرين يارد ريجنت، هذا هو الجرين يارد ريجنت. افعله ويا فورمالديهايد، طبعا من هيك داب التفاعل، افعله ويا فورمالديهايد شو يصير؟ نفس الفكره، انه اني اركز على منو؟ على هاي الكربون، هذه راح تهاجم منو؟ هذه الكربون مثل ما موجود بالسهم الازرق. فش يصير عندي؟ هاي المجموعه باقيه نفس ما هي، لاحظوا اللون الاسود، يعني انا ملونتها، اللون الاسود باقي مثل ما هو. الام جي بي ار تطلع تنطرد، ويبقى من الفورمالديهايد عندي سي اتش 2 وهاي الاو تحول الى او اتش، فصار صار عندي برايمري الكحول. مفهومه؟ مفهومه لو اعيدها؟ مفهوم دكتور. واضحه هاي، بس يراد لها قرايه تركيز كل شيء يقعد بمكانه. تمام دكتور، يعني نقدر نقول انه حتى نحضر كل من حسب يعني. مرات أنا أحدد لك الناتج، أنا أحدد لك الناتج، فأنت لازم تعرفين الجرين يارد شلون تحضري، شلون شكله لازم يكون حتى يطلع لك هيك ناتج. العضوية، العضوية مثل الألغاز، لغز يعني، أعطيك اللغز أنت لازم تعرف المفتاح شنو، تعرف شو تجيب المادة المتفاعلة حتى يطلع لك هذا الناتج. تمام؟ أي. زين. أيضا عندي reaction of green yard with carboxylic acid derivatives، يعني مثلا green yard reagent أفاعله ويا مشتقات الحوامض الكربوكسيلية. يعني لاحظوا طبعا هذا موضوع green yard reagent كلش مهم، لأنه شلون إحنا نشبهه يعني على كل شيء يرهم، شلون الطماطة على كل شيء يرهم. فأفعله ويا الديهايد، أفعله ويا كيتون ينطيني كحول حسب هذه، أفعله ويا الديهايد ينطيني كحول ثاني، وأفعله ويا كيتون ينطيني كحول ثالثي، أفعله ويا فورمالديهايد ينطيني كحول أولي. هذا موضوع. أجي الجرين يارد أيضا أقدر أفعله ويا مشتقات الحوامض الكربوكسيلية اللي هي مثلا RCOCl، مشتق هو حامض كربوكسيلي لكن بدل الـ OH تغير صار Cl أو X، فنسميه مشتق الحوامض الكربوكسيلية. بوجود الايثر ايضا دائما اني بالجرين يارد ريجنت لازم عندي ايثر. ليش عندي ايثر؟ عرفنا السبب، انه هو يسوي لي ستابلايزنج للكومبلكس. فلاحظوا هنا أنا عندي جرين يارد او اسيد كلورايد وجرين يارد ريجنت بوجود الايثر سولفنت والوسط الحامضي، راح شو يصير؟ يصير عندي تيرشري الكحول. مفهوم؟ ليش تيرشري الكحول؟ لانه عندي جزيئتين من الجرين يارد ريجنت. منين جت هاي الار ار؟ عندي جزيئتين، لا لاحظوا ضربتها في اثنين، 2 ار ام جي اكس، 2 جزيئتين جرين يارد ريجنت دا اجيب دا افاعلهم ويا اسيد كلورايد. طبعا انا قلت لكم دائما احنا نميز بين الار والار برايم. الار معناته انه انا عندي 2 ار، عندي 2 ار طلاب، اكو احد يريد يعني سوى ريكوست يريد يدخل للكلاس؟ ماكو. تمام، اذا انا هنا حتى هاي اثنين هذه مو رقم هيك انا حاطته زايد، لا وانما هاي 2RMGX جزيئتين من الجرين يارد ريجنت اللي هي R، ولاحظوا هاي مربعين هي عباره عن R بR، لكن هاي الR برايم هي مختلفه، هي خاصه بالدريفيتيفز اوف كاربوكسيليك اسيد.
فصارت كأنه ما عندي 3 R، فترتبط بهاي الكربون ال R والثانية R، صارت عندي 2 R، وهاي ال R الأصلية مالتها ال R prime، فصار عندي تيرشري الكحول. وقلنا بوجود الحامض والجرين يارد ريجنت راح يسوي على انه كانه ما يشتغل ريدكشن رياكشن، تفاعلات اختزال المن للكربونيل جروب فيتحول الى او اتش. مفهومه؟ زين. ايضا تفاعل اخر اللي هو جرين يارد ريجنت ويا الاستر، ايضا اخذ جزيئتين من الجرين يارد ريجنت وافعله ويا استر. الاستر صيغته ار سي او او ار، يعني مثل الحامض الكربوكسيلي لكن بدل الاتش. يعني هسه هذا اذا اخلي اتش هنا حتى تربطون من تقرون المواضيع طلاب، هذه لو اخلي اتش هنا صار حامض كربوكسيلي، تمام؟ لكن اذا بدل الاتش يصير ار، هذا معناته شو يصير عندي؟ يصير عندي استر، فصيغته ار سي او او ار، هذا الاستر. طبعا هنا اني مميزه انه عندي ار 2 ار وعندي ار بار برايم، ار برايم وار دبل برايم، فهذه الار دبل برايم ما استفاد من عندها شيء. هذه ال R double prime ما راح استفاد من هالشيء، هي وال O تطلع تسوي لي جزيئة كحول، ما استفاد من هالشيء. يعني قد يكون R O R double prime O H، لكن أنا اللي يهمني هذا الجزء، هذا البارت كله ويا هاي ال R 2، فترتبط بهاي ال R 2، صارت عندي R وصارت عندي هنا R، والار برايم هي باقيه. وقلنا هاي مجموعه الكربونيل هي تختزل، شو يصير؟ تصير او اتش، فصار عندي ايضا تيرشري الكحول. اذا حتى احضر تيرشري الكحول من جرين يارد ريجنت لازم استخدم اسيد كلورايد مشتق الحامض الكربوكسيلي او استر، يتحضر عندي التيرشري الكحول. فمثلا مرات انا بالامتحان اقول لك باي يوزنج أسيد كلورايد prepare tertiary الكحول وأسمي لك إياه مثلا، فأنت لازم تعرف هنا شو تجيب green yard reagent وشنو نوع الكاربوكسيليك أسيد derivatives اللي موجود هنا حتى يطلع لك الناتج الصحيح. يعني أنا ما أجيبه بهالسهولة ترى، يعني أقول لك مثلا حضر لي تترا إيثايل الكحول، تترا إيثايل يعني هنا مجموعة CH2 CH2، أو مثلا مجموعة CH2 CH2 CH3، أو ثلاثة فنل يعني pH يعني حلقات أروماتية ثلاثة، وأقول لك مثلا حضر لي تترا فينايل الكحول، فعندك هنا ثلاثة، فأنت لازم هنا شو تجيب؟ تجيب ال يعني داي فينايل الكحول هنا pH وتحضر منه جرين يارد حتى يطلع لك pH pH، وهنا مثلا من استيك اسيد او ايثايل يعني حسب الهاي الار هنا شنو موجوده، هل انه هي مجموعه سي اتش 3 او مجموعه سي اتش 2 سي اتش 3 الى اخره، حسب الناتج اللي انا اطلبه من عندك انت لازم تجيب المتفاعلات. فقلنا اذا جرين يارد يتفاعل ويا فورمالديهايد ينطيني برايمري الكحول، يتفاعل ويا الديهايد شنطيني ينطيني سكندري الكحول، يتفاعل ويا كيتون ينطيني تيرشري الكحول. وتيرشري الكحول اقدر ايضا احضرها من منو؟ من اسيد كلورايد او من استر، وايضا يتفاعل ويا جرين يارد ريجنت. مفهومه طلاب؟ اذا جرين يارد سمري مثل ما قلنا، جرين يارد الجند فا
تمام، هسه الكل يسمعني. زين، هسه انتوا الى وين وصلتوا؟ الى هذا السلايد، تمام؟ زين، هسه هذا السلايد هو عبارة عن جرين يارد سمري، هو ملخص للجرين يارد ريجنت. قلنا اني اذا افاعل، افعل البوينتر جرين يارد ريجنت، هذا هو الجرين يارد ريجنت، لازم اعرف شلون احضره. طريقة التحضير موجودة، شرحتها أني وموجودة بالسلايد. الجرين يارد يتفاعل ويا عدة مركبات، إذا تفاعل ويا فورمالديهايد راح ينطيني برايمري الكحول، طبعا بوجود الوسط الحامضي. إذا تفاعل ويا ألديهايد ينطيني سكندري الكحول، إذا تفاعل ويا كيتون ينطيني تيرشري الكحول. ايضا تيرشري الكحول اقدر احصله مو بس من الكيتون، منين اقدر احصله؟ احصله من افاعل جرين يارد ريجنت ويا اسيد كلورايد، يعني هو مشتق الحامض الكربوكسيلي او استر، ايضا ينطيني تيرشري الكحول. فهذا هو. بس الصوره ماكو واقفه. نعم، الصوره اختفت، يعني هسه ما معروضه للسلايدات. لحظه، هسه راح ارجع اسوي بريزنت مره ثانيه. نشيك. هسه طلعت عندكم؟ اي نعم دكتوره. اي، قلنا هذا السلايد هو جرين يارد سمري، ملخص لجرين يارد رياكشن، اللي هو شو يقول؟ احنا قلنا لازم نعرف شلون نحضر جرين يارد ريجنت بالسلايد اللي شرحته، تفاعل شنو ظروفه وش احتاج، ايثر دائما الايثر وليش يتحضر عندي الجرين يارد. وقلنا دائما اني احضر الجرين يارد حسب المطلوب من عندي بالناتج، يعني الار هذه متغيره حسب اللي انا اطلبه. هنا أنا راح يلخص لك التفاعلات مالت الجرين يارد. اذا تفاعل ويا فورمالديهايد، وعرفنا شنو الكيميكال فورمولا مال الفورمالديهايد، قلنا هو اصغر الديهايد موجوده بسلسله الالديهايدات، اذ بوجود الوسط الحامضي ينطيني برايمري الكحول. يعني برايمري الكحول ديفينتلي ديفينتلي انه من اريد احضره لازم افاعله ويا فورمالديهايد. مثلا اريد، بس هنا انا حسب اللي اريده، مثلا اريد ايثانول، يعني لازم اجيب هنا شنو؟ اذا ايثانول لازم الار شو تكون هنا؟ يلا من يجاوبني؟ لا لا، على كيفكم. اذا اجيب هنا اذا اجيب هنا CH2 و CH3 راح يطلع لي هنا ثلاثة كربون، راح يطلع لي بروبانول. أني لازم شنو أتحدد؟ أني يعني من أريد إيثانول، إيثانول يعني كربون راح تجيني من الفورمالديهايد، وكربون الثاني أني أجيبها، فلازم شنو هنا الآر شو تكون؟ دكتورة أسيل العافية، يعني CH3 ما أخربط أجيبها. إذا أنا أريد إيثانول أجيب أم اثنين،
لا، لأن الناتج هنا مش راح يزيد، يزيد كربون راح يطلع لي بروبانول، فهذا غلط، فانتبه، لأن عندي كربون من الفورمالديهايد، هاي محسوبة، تمام؟ فإذا هنا لازم أجيب هالسي اتش 3 فيطلع لي إيثانول. إذا أريد بروبانول، إذا أريد بروبانول يعني برايمري الكحول بروبانول، مجموعة إيثيل يعني سي اتش 2 سي اتش 3، تمام؟ وهكذا، لأن عندي زيادة كربون من الفورمالديهايد. بالنسبة إلى جرين يارد، من يتفاعل ويا ألديهايد، هنا راح يتكون عندي الناتج السكندري على الكحول، وأيضا حسب الناتج اللي أنا أريده، يعني مثلا أريد 2 مثل إيثانول. لازم هنا شو أجيب؟ لا عافية، سي اتش 3، تمام، سي اتش 3. فليش؟ لان يعني هنا عندي هنا سبستيتوانت اللي هو الار، فيصير عندي سكندري الكحول. اذا عندي تيرشري الكحول ايضا هنا لازم افعله ويا كيتون، تمام، وايضا نوعيه الكيتون هنا شنو، هل هو اسيتون، هل هو بروبانون، هبتانون، الى اخره، حسب الناتج اللي مطلوب من عندك. فاني نصيحه لكم بهيجي تفاعلات، اول ما ارسم الفاينل برودكت ارسمه صحيح، اخليه قدامي واشوف انا شو احتاج، تمام، يعني بهيج حل اسئله، ارسم الناتج المطلوب ارسمه صحيح واشوف انا شو احتاج، جرين يارد شو يحتاج، هل انه احتاج افعل كيتون، احتاج افعل الديهايد، احتاج افعل فورمالديهايد لو، وحتى اذا كان الديهايد وكيتون شنو نوع الالديهايد والكيتون اللي لازم اجيبه، مفهومه؟ نعم. لا، الار هاي الزرقاء تنضاف مثل ما هي، لاحظوا هاي الار الزرقاء تنضاف مثل ما هي، يعني انت تجيب وحده تضيف وحده، تجيب اثنين تضيف اثنين، ثلاثه قلنا ثلاثه، حسب اني المطلوب من عندك. لكن هاي الار، هاي الكربون، العفو، الكربون اللي بها الكربونيل سواء كان بالفورمالديهايد او الالديهايد او الكيتون، هي راح تتحول الى كربون بها او اتش، فهذه كانما هي النواه مالت الكحول ثابته. وصلت الفكره لو لا؟ يعني هاي الار مالت الجرين يارد، هذه المن تهاجم، تهاجم هاي الكربون، وين قعدت؟ لاحظوا قعدت هنا، وجزء الفورمالديهايد هذا كله باقي، بس يتغير منه، يتغير الكربونين راح يتغير الى او اتش، يعني يصير له اختزال. بروبانول اي لا، ما يتحضر من الكيتون، لحظه، بروبانول، حط ارسم ارسم بروبانول، اكتب لي بروبانول هو شنو، هو عبارة عن CH3 CH2 CH2 OH بثلاثة كربون، تمام، ارسموا يمكم CH3 CH2 و CH2 OH، هذا هو البروبانول، صح لو لا؟ شوية الخط يعني بالماوس ما اقدر اسيطر، هذا هو السي اتش البروبانول. زين هسه ارجع، البروبانول من يا صنف من الكحولات؟ اولي الاولي، انا بيا طريقه لازم يتحضر عندي، شو استخدم؟ من الفورمالديهايد. زين، انا من الفورمالديهايد يا جزء عندي لحد هنا عندي الفورمالديهايد، مو صحيح؟ CH2 والO اللي تتحول إلى OH، هاي ثابتة. زين، الجرين يارد لازم شو تجيبه؟ أثير لازم.
لازم اجيبه سي اتش 3، لازم شو اجيبه سي اتش 3 سي اتش 2 تمام، وشنو ام جي مثلا بي ار او سي ال نفس الشيء تمام. صار واضح طلاب؟ ترى كل السهل، بس انه ترجعون تقرون المحاضره زين راح تفتهموها اكثر.